هي واحد لازم يكون شريف مش لازم. طب الكابل مثلا ما قطعوش لما كان محمد بيحكي لنا ما هو كان فور فيه حسن ما هو بيجي بيجيب ماكينته بيقعد يلحمها من واحد واحد يا نهار اسود. ما هو الكابل ممكن يكون مش كبير ممكن في 10 كور 20 حسب يعني مش فاهم ما فيهوش كابلات سلوك كتير زي انت تتفرج مش اني بس قاعد بس بتحكي شوف انت شو بتسوي بالظبط خذ فكره قص اوتوماتيك زي ما انت شفت هي بتقشر الغلاف الاساسي بالمقص اللي انت شفته بعدين بتحط هذيك بتروح تقصه بالظبط عشان حركه القص تكون معدوله تمام بدي اشوف الماكينه بس بتجيبها على بعض بس اوتوماتيك ايش في مشكله شو مخصوص كويس ولا ايش طلع فرق طوال لو قصدتين ممكن نسهل بس سوي باخذوا الجزر السامس هي شوف طلع صباح مش مشكله لا 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 هو بيثبت حاجه بيثبت هذا عايز اقول الشركه انا قابلت ناس وعملت شغل مش لاقي حاجه بدي تفهمني يا حسام انا تاكل الصبح بدري في شغل الكهرباء حماسيه يا عم يو هاف ديستريبيوتر هير ان يو اي فور اوردر يو هاف ديستريبيوتر هير بص حسام شوف شوف بيحرك الشعره على الشعره شايفها نروح نديها بنطه الحام خلاص اتلحم نريد اوكي You will be our distributor here.